السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع هيثم في الصين. أنا ما زلت موجود في المعرض متخصص في الميديكال إكويبمنتس أو ديفايسز. الموجود هنا دي السيريلايزرز اللي هي أدوات التعقيم. طبعا بتبدأ من الأحجام الصغيرة اللي أنتم شايفينها دي لحد الأحجام الكبيرة اللي إحنا شايفينها ورا. لكن لما انا اتكلمت مع جيد هي سيلز موجوده في المصنع. نايس تو ميت يو جيد. سو جيد، اف يو كم هير بليز تو فور ذا مايك. اف يو نو هير اي جس اف يو لايك تو كان انتروديوس اباوت يور برودكتس تو اور فانز. هالو ايفري ون. يس، وي ار جوينينج ذا ميديكال اند يس سبيشالي مانيفاكتشرد اوتكلايفز فور 30 ييرز اند هير ار ذا اوتكلايفز. Yeah, it's okay. The dental type. Yeah, it's good. About you told me that for Egypt, for example, and Middle East, you prefer usually the small size for the sterilizer. Yeah. So that's you can give me about some information. How many liters is that? How many liters? How much is the price? Indication price. Generally speaking, our outlays is range from 12 liters to 24 liters, and the price is about 500 to. 500 USD. Yeah, 500 USD. To not RMB. If you want, you can discuss with my boss. Okay, good. And the price is about 500 to 3000. If you want, you contact me. My name, yeah, my USB Hyson. Yes. Okay, where is the name card? Yeah, here. Okay. Hyson. Yes, okay. Thank you. Hyson in China. Okay, Hyson in China. Yes. About you, tell me how the size started from how many liters? You mean? How many liters it starts? Minimum 12, maximum 50. 50 liters, yeah. And I think you sent before to Middle East countries? We have distributors. In Egypt, you have? Yeah, of course we have. You have in Egypt distributor. That means if I want to buy from you, you cannot give me? Yes. يعني بقول لها دلوقتي لو هي بتقول ان فيها موزع، فبقول لها طب لو انا يعني حبيت ان اخد منك، لو انا احتجت منك اخد يعني هل هتديني؟ فبتقول لك يعني ايه حسب الكميه برضو. فهم هنا يعني ايه بيبقى زي ما قلت لك، هو السوق الصيني ما فيهوش ثبات معين، بيبقى على حسب انت الكميه وحسب ايه البنفيتس اللي هترجع لها ايه، فبتبتدي انها تتعاون معاك وتتجاوب معاك. ده الراجل الاخ اللي هو الجميل ده الوسيم ده اللي هو يعني مدير فرع جوانجو. هم سو وير از يور فاكتوري لوكيتد ان يا جانسو؟ ويتش سيتي ان جانسو؟ Wuxi. I know Wuxi before. I go to Wuxi before. It's from قريبين من مدينة اسمها Wuxi، قريبة من شنغهاي في مقاطعة جيانسو، وده مصنع كبير يعني من المصانع المعروفة هنا. وبصراحة يعني في تجاوب كويس جدا، فإن شاء الله وقت ما تحتاجوا حاجة تقدروا تتواصلوا معانا إن شاء الله، وإن احنا نوفر لكم الحاجة الكويسة من المصدر الآمن الكويس. وأيضا لو في حاجة تحتاج تسجيل نقدر نساعدكم في إجراءات التسجيل. وتابعوني على كل منصات التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك واليوتيوب تحت اسم هيثم في الصين وهيثم من تشاينا باللغة الإنجليزية. أشوفكم في كل ما هو جديد دائما، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.